دخلت كنا في الغابة فكان الطفل مريض لا يقدر أن يقوم فطلبنا المساعدة من البوليس I help me إلى المستشفى I know ضربونا قاموا بضربنا وسحبونا إلى الحدود هنا ورمونا 3 أيام لم يستطيعوا أن يساعدونا I know eat no water no قال لنا سوف تبقوا هناك إما بولندا أو أما تبقوا هنا إما الموت أو إما بولندا فذهبنا إلى الحدود البولندية وطلبنا النجدة من الجيش البولندي الأطفال كانوا مرضى طلبنا منهم أن ندخل نعبر الحدود البولندية لأن الأطفال جائعون وبرد والأطفال مرضى فقالوا لنا اذهبوا إلى سوريا في هذه المقبرة شمال العراق يوارى جثمان جيلان الثرى الشاب الكردي البالغ من العمر 25 عاما توفي على الحدود البولندية أعيدت جثته إلى عائلته التي ما تزال في حالة صدمة لم يأكل لمدة 5 أيام كان مصابا بمرض السكري ولم يحصل على الدواء الحراس علموا بمرضه